لو عندك قص حمام بيكسر بيض، اول ما يحصي يدوس على البيض يكسره، او انه الزغاليل تفقس ويموت الزغاليل، يدوس على الزغاليل يموتها. هقول لك الحل في الفيديو ده، وهقول لك كمان اسباب المشكله دي بتيجي من ايه، سواء في الحمام السايب او في الحمام اللي هو في سلكات زي كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. الموضوع فيديو النهارده زي ما قلت لحضرتك كده في المقدمه اللي كنت وعدتكم بيه في الفيديو اللي فات، اللي هو لو الحمام بيكسر البيض، الحصى بتاعه بيتكسر هو اللي بيكسره يعني، او بيموت الزغاليل لما الزغاليل بتفقس وهي لسه من عمر يوم بيدوس عليها يموتها. اقول لك اسباب المشكله دي في الحمام السايب بتختلف عن الحمام اللي في سلكات زي اللي قدام حضراتكم دي. انا عندي ده وعندي ده، هقول لكم برضو عن تجربه. يعني لو الحمام سايب زي كده وبيكسر البيض، كل ما يحصي حصويتين او كل ما يحصي الحصويه البيضه تتكسر، غالبا بيكون سببها الذكور زياده، او المكان ضيق على الحمام والذكور الزياده بتخش في معارك علشان العشوش، تسيطر على العشوش فبالتالي بيتكسر البيض اللي هو لسه متحصي، ما بتخليش الحمام يرقد على بيضه، فبالتالي هو بيدافع عن العش بتاعه بيقوم يكسر البيض. دي بالنسبه للحمام السايب. وبرضه يكون حد، لو في حد بيخش يزعج الحمام ان هو بيمسك البيض كتير، او في عيال صغيره بتلعب تروح حاول تمسك البيض، فالحمام برضه بيدافع عن عشه فممكن يكسر البيض وهو بيدافع عن البيض بتاعه. حتى في ناس كتير لجأت لان تربي الحمام سايب علشان تحل المشكلة دي. المشكلة دي ممكن تحصل لو العدد كبير في المكان والمكان مزدحم، فبالتالي برضو هيبقى في معارك على العشوش، سبب من اسباب اللي هي بتخلي الحمام يكسر بيضه. طب بالنسبة للحمام اللحم او الحمام اللي انت مربيه في سلكات، هقول لحضرتك هي المشكلة دي عامة موجودة في حمام كتير، في اغلب انواع الحمام، لكن هي خاصة في الحمام اللحم اكتر، موجودة في الحمام اللحم اكتر، وهقول لك هي سببها ايه انها موجودة في الحمام اللحم اكتر. الحمام اللحم بيكون عنده حنية زيادة على الزغاليل وعلى البيض، فتلاقي دايما الذكر والنتاية بيتسابقوا من هما الاتنين عايزين يرقدوا على الحصى، الذكر والنتاية عايزين يرقدوا على الحصى، والاتنين برضو الذكر والنتاية عايزين يروحوا يأكلوا الزغاليل وهم صغيرين، فبالتالي بيكسروا البيض او يموتوا من الزغاليل. طيب انا عندي القص ده دايما هو من اللي كان بيكسر البيض، هو بسم الله ما شاء الله حجمه تقيل، ممكن ده برضو يكون سبب من الاسباب ان هو حجمه تقيل. والسبب الاساسي اللي هو الموجود ان هو متربي في سلكات، هقول لحضرتك هو مشان متربي في سلكات، فتلاقي الذكر والنتاية عندهم الحنية دي اللي هو الاتنين عايزين يرقدهم على البيض في نفس الوقت، فتلاقي الذكر عايز اي من النتاية عشان يرقد مكانها، والنتاية عايزة تقوم الذكر عشان ترقد مكانه، وتلاقي المشكلة حصلت وهما بيعملوا كده، تلاقي البيض يتكسر خاصة لو القشرة رقيقة. فانت تهتم بالتحديق والكلسم وفي نفس الوقت تحل المشكلة دي بايه. انا بعمل ايه بقى؟ انا كنت القص ده بيكسر الحصى بتاعه، فبدات ان انا اخد الحصى بتاعه، انا القص ده عزيز عليا فانا عايز اطلع منه زغاليل كتير. هقول لك على كذا حل انت تختار منهم. لو انت محتاج منه عشوش بزياده، القص ده خده وحضنه على طول من البدايه تحت حمام تاني. لو انت عايزه هو اللي يرقد على الحصى، انا باجي بدل ما انا قافل عليهم الباب كده بقوم اهو اقوم فاتح لهم باب السلكه كده. يحصل ايه بقى؟ الذكر مش راقد او النتاية مش راقدة على البيض، مش معد ورديتها او معد نبطيتها، فتلاقي الباب مفتوح هتخرج تلعب وتبعد بعيد، تتلهى عن الذكر او عن النتاية، فيبعدوا عن بعض، كل واحد هيسيب التاني يرقد على الحصى لحد ما يجي الدور بتاعه، يبقى يرجع للبيض بتاعه تاني. او الزغاليل برضو بيعملوا مع الزغاليل كده برضو زي ما قلت لك، بيموتوا من الزغاليل وهي لسه صغيرة. ده حل. يبقى انت يا اما هتحضن البيض تحت حمام تاني، او هتفتح لهم باب السلاكة بالشكل ده علشان يخرج، بس برضو خد بالك ان انت تاخد بالك ان مفيش حمام تاني هيحاول يخش يعتدي عليهم في العين بتاعتهم ويكسر لهم هو البيض. في ناس كتير لجأت لان هي تربي الحمام اللحم في سايب زي كده، يربوه على الارض كده ياخد راحته، علشان موضوع تكسير البيض والحنية الزايدة دي، بسبب الحنية الزايدة سواء تكسير البيض او ان هو يموت الزغيل اول ما تفقس، دي اسمها حنية زيادة. بسبب الحنية الزيادة ان هو بيكسر بيضه وهو مش اخد باله، او بيموت الزغاليل وهو مش اخد باله،
فناس كتير لجأت ان هي تربيه سايب. لكن اقول لحضرتك التربية السايب انا جربتها مع الحمام اللاحم، ما بتاخدش منها ان هو يلحم العش في العش زي الحمام اللي في سلاكة في عيون. فهو يستحسن، انا بفضل بالنسبة لي بفضل اني اربيه في سلاكة زي ما حضرتك شايف كده في سلاكات، واخد بالي بقى من الحكاية دي القص اللي هو عنده الحنية الزايدة اللي بيعمل كده، ان انا اخد بيضه او افتح له الباب زي كده، اسيب له الباب مفتوح ان هو ينزل يلعب في الارض. انا لسه فتح لهم الباب الوقت عشان اوري لحضرتك، يعني عشان كده تلاقي الاثنين جوه، لكن لو سبت الباب مش هتلاقي غير بس اللي راقد على الحصى. ليه بقى انا بقول لحضرتك بفضل اللي هو في سلكات؟ دايما الحمام اللي في سلاكة هتلاقيه متفرغ فقط مش للعب، هتلاقيه متفرغ للزغاليل وللبيض بتاعه، هتلاقي دايما يلحم معاك من بدري اكتر واسرع من الحمام اللي هو السايب. اهو نشوف، لو شفنا بسم الله ما شاء الله الزغاليل لسه صغيرة، اهو لسه الزغاليل صغيرة ومعهم الاهالي معها حصى بسم الله ما شاء الله، يا تاني يوم للحصى ده. يعني الزغاليل دي الاهالي لحمت والزغاليل في عمر 12 يوم. مش هقول لك دايما، يعني الموضوع ده مش دايما او مش في كل الحمام اللحم، هو الحمام اللحم بيلحم من 12 الى 20 يوم عندي، انا بتكلم على اللي عندي، كل واحد يتكلم على اللي عنده يا جماعة. اما ده من 12 الى 20 يوم. الحمد لله عمرنا السلاكة بعد ما بعنا الحمام اللي كان شغال في السلاكة وجبنا الشبابات عمرناها، فيهم اشتغل ان شاء الله، فيهم دلوقتي معظمهم اشتغل، فاضل تقريبا جوزين او ثلاثة هم اللي لسه ما حصوش، بس ان شاء الله هيحصوا عندي اول العش، وبعد كده نبدأ نعرض للبيع ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، ونسكن برضو مكانهم من الشبابات اللي هم في المكان التاني. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.